السلام عليكم. هذه حالة انكيلوزنج سبوندلايتس، اللي هو يصير له التهاب في العمود الفقري وبعدين التحام، والمريض ما عادش يقدر يحرك رقبته أو أجزاء من العمود الفقري. فالمريض قدامنا نشوفه، can you just lift your head up؟ شوف هذه هي الحركة اللي يقدر يديرها، ما يقدرش يرفع راسه أكثر من هيك. can you just try to touch your chest with your chin؟ نفس الشيء، شوف إذا كان حاول ينزل راسه لتحت، ففيش يعني مجال حركة بسيط جدا. هذا هو مجال الحركة اللي يقدر يديره، يعني حاجة بسيطة جدا. طبعا الانكلوزنج سبوندلايتس اللي هو اوتو امين ديزيز، يعني مرض مناعي، ويكون عادة مرتبط بأمراض تانية لها علاقة بالمناعة زي مرض كرونز. فالمريض نفس الشيء عنده كرونز ديزيز اللي هو مرض كرونز، ودار عملية واستأصلوا له جزء من الأمعاء متاع. Can you show us the scar on your tongue؟ هلا ورينا هذه العملية اللي دارها للمعدة، واستأصلوا له جزء كبير من القولون، لأن المرضين الاثنين مرتبطين ببعض، وتقريبا العلاج تقريبا نفس. المريض ياخذ في أدوية مثبتة للمناعة، فطبعا المريض ما يقدرش حتى ينزل لتحت. Can you touch your shoes؟ Can you lean forward to touch your shoes؟ فشوف إذا كان ينزل، هذا هو مقدار اللي يقدر ينزل لتحت، ما يقدرش ينزل أكثر من هيك، لأن زي ما قلنا صاير له تصلب في العمود الفقري. شوف العمود الفقري كيف ملتوي بالشكل هذا، يعني فيه انحناء من الجهة هذه، وبعدين الرقبة بتاعها ملحومة بالكامل. يعني حتى يتلفت المريض لازم يتلفت بالكامل. Can you turn toward me؟ يعني شوف كيف لازم يلف جسمه بالكامل لما يتلفت. That's as far as I can turn. ما قال لك هذه أكثر حاجة نقدر نديرها. Okay. Thank you, Edmund. Yeah. Okay, شكرا.